هو فين؟ ايه ده ايه ده؟ هو انا اخش كده ليه؟ عايزه منك ايه يا زيزو؟ مالكش دعوه انت يا وليد، خش اوضه. مش هيروح في حته ومش هيدخل في حته، هيقف هنا لغايه لما يتفرج على اخوه الكبير بيعمل ايه في الناس. مش وقت الكلام ده سناء ولا مكانه. لا وحياة امك، ما بقتش اكل بالعوانطه دي. انا اديتك مهله اسبوع، رميت لي ورا ظهرك ست شهور، ست شهور ما فكرتش فيا. اخوك اتجوزني عرفي، ولما ابويا مسكنا هرب وناسي الفضيحه بتاعته. صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيز؟ قلت لك خش جوه يا وليد، خش اوضتك. عايزة ايه يا سناء؟ هقتلك وهقتل نفسي عشان ارتاح. ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ شيل البتاع ده احسن لك. ما بقاش عندي حاجة خايفة عليها ولا حاجة عايشة عشانها. عايزة تموتيني؟ اضربي اضربي. بحبك، بحبك اكتر من نفسي، بس انت جبان وندل. يعني اعمل ايه دلوقتي بس؟ ايه ده بس يا سعاص؟ اروح ادور عليه في المستشفيات في اسامي البوليس؟ ربنا يسوقها يا رب وتيجي بالسلامه. ايه يا سعاص؟ يا سناء انت فين؟ حرام عليك. مالك؟ ست سناء، ست سناء مالها؟ اطلبي اسعاف، اطلبي اسعاف، اسعاف يا اخوانا. السلام عليكم. اهلا يا حاج لطفي. اهلا يا رب يا سيدي. خطوه عزيزه. الله يخليك. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبتي. تسلم. هي سناء صاحب، انت ممكن تدخل لها. لا انا هنقعد هنا شويه. لا ادخل لها، ادخل لها يا حاج لطفي. ايه يمكن برادتك تحل عليها يا عبد لطفي؟ برادتك تحل عليها واللي ما عرفتش اعمله اللي تعمله. من هنا يا ماما. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا بابا. اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. لا مؤاخذة يا حبيبتي، مش قادرة أقوم أسلم. لا لا لا، خليكي مرتاحة، خليكي مرتاحة. إيه؟ يا ست العرايس، أنا ما صدقتش لما الحاج قال لي. أهي زي ما أنت شايف يا حاج. إن شاء الله هتقوم بالسلامة، وتعدي عليا في المكتبة تقعد تشغلني وتضحكني زي عوايدها. ما هو ده اللي حاسس في نفسي يا لطفي اخويا. فين ضحكتها اللي كانت ماليه الدنيا؟ فين ضحكتها اللي كانت بتملى اي مكان تخش فيه؟ وشها اللي كانت زي البدر المنور. صل على النبي يا حاج، ست العرايس هتبقى كويسه ان شاء الله. ربنا يسمع مني. ايه رايها يا لطفي؟ ايه رايها؟ ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله. اطمن. اعوذ بكلمه الله التامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب. اعملي قهوة لأبوك يا لبنى. لا لا لا، مش هقدر أشرب قهوة، لسه شاربها في العزاء. عزاء مين؟ مرات عبد العزيز. إيه؟ هو زيزو كان متجوز؟ اهو لما سناء راحت علشان تقتل عبد العزيز عرفت ان اشجان مراته وعرفت انها كانت حامل. لا اله الا الله، حكمتك يا رب، حكمتك. خلفت له الولد وماتت في المستشفى. طب سترك يا رب. بابا ما تيجي نقعد بره كده ونسيب سناء ترتاح. حاضر. وانا هبقى اديها وقت. شد هالك الحلو. ها جوز ازاي؟
صعب عليك يا بنتي تقولي صعب يعني ايه؟ صعب عليك يا بنتي تقولي صعب. تعالي يا اما واقفه كده ليه؟ بتعملي ايه؟ ابدا بغسل هدمتين لعبد الرحيم. الله 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 ايه الشياكه دي كلها؟ على فين بقى بالشياكه دي كلها؟ رايح اتجوز يا اما. يا ولد بطل هزار، ريح يا لبني بدلنا ويت. ربنا يكرمك ويسعدك يا ابني. عايزين اتجوزها يا اما. طب بتعاندني ولا بتعاند نفسك؟ مش دي اللي كنت هتطخ عشانها زمان ولا ما كانش حب؟ حتى بعد ما اتطلقت من عاصم. بقول لك ايه؟ اسمع كلام امك، تعالى انا وانت نروح نطلبها من ابوها، المره دي بقى مش هيقدر يكح وهي تتمنى. انا رايح اتجوز يا اما. بس مش لبنى. يا لهوي مش لبنى؟ امال مين؟ مين؟ انا مش عايز اوجع دماغك بالحوارات دي يا اما، هي غلطه كده يعني، غلطه وانا بلمها. غلطه؟ ومين بقى الغلطه دي ان شاء الله؟ سناء. يا لهوي يا لهوي ياني سناء، تسيب الدنيا دي كلها وما تلاقيش غير ديك؟ نسيت اللي حصل لابوك زمان؟ نسيت مراتك اجلانك كانت هتطخ بالنار عشانك؟ لا بقول لك ايه، بقول لك ايه يا ابني، كله الا دي، ولا عايز تقهرني؟ جري ياما بقى. لا لا يا عبد العزيز ياما. افهميني افهميني. افهم. انا داخل على الانتخابات ودي غلطه، هتعمل لي شوشره وهتحرمني من دخول المجلس، اعمل ايه بقى؟ انتخابات ايه؟ واحنا خدنا ايه من الانتخابات دي؟ واحنا نرفع ايه في الانتخابات ديت؟ الا دي يا ابني. لا يا ابني الا دي. صلي على النبي بقى ياما. تنوبي تنوبي بقى تموتني مقهورة. لا تموتني مقهورة. معاش ولا كان اللي موتك مقهورة كده برضه؟ هون عليك تنكلي عليا يعني يا اما وانا مخنوق ومتضايق وفيا اللي مكفيني؟ ينفع يعني؟ خلاص ناوي تسيبنا لوحدينا يا ابني؟ تعالى ملناش غيرك يا ابني. لا ما انا هجيبها تعيش معانا هنا كمان. بقول لك ايه، انا لا طايقاها ولا طايقه اشوف خليتها. حرام عليك يا ابني. استني استني. لا يا باشا، لا يا باشا، كله تمام، انا جاهز. لا اجيب المأذون وجاي على طول. ربنا يخليك. سلام. اتفضل 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 اتفضل. لا عواطف ايه ده؟ بدل ما تتقالي دعوه حلوه كده من قلبك. ده عيالك يا ابني، ربنا يسعدك. سلام. سلام عليكم يا طن. طن خش يا خراب البيوت. امال فين سناء؟ موجوده. ايه يا عم شرشابي، انا عندي طن نعمه هو معاه المأذون. ما تفضل يا مولانا. زواج سعيد ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ايه الحكايه؟ زي ما تقولي كده اصلح فيش السخان البايظه. فيش السخان مش صلحناها يا سناء. اه يا حاج، يبقى هات معاك الدوري بيه والحاج قنديل ونبي ما تنساش، وبطايقكم عشان نعمل لكم فيش وتشبيه. ما تبلش شرباطي يا حاجه بقى. يا ما انت كريم يا رب. من عيني يا اخويا حبل الشربات حالا. مؤاخذة اتاخرت عليك يا احلى واجمل سناء في الدنيا دي كلها. والنبي يا واد انت باين عليك ابن حلال، ده انا يظهر كنت فاهمك غلط. بس انا مش عايزاك. ما عندناش بنات تقول لا. خش يا مولانا انت على الانتريه. يلا يا حاج هات لنا البطايق كده وقسمه الطلاق عبال ما وكيل العروسه يطلع. حاضر يا اخويا عينيا. بس انا مش عايزاك. ايه هو بالعافيه؟ طب قولي لي بكرهك كده وناخد المأذون واتكل على الله. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تتجوزني علشان شفقه؟ شفقه. يا خرابي يا بنت بطلي كده، الناس طالعه على السلم، خش جهاز يلا. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تكسب فيا ثواب؟ نكتب الاول ونروح بيتنا، انا هناك اقول لك كل حاجه. ماشي. وانا مش هكتب الكتاب غير لما اعرف انك بتحبني قد ما بحبك. يلا بنت خش البسي الورقه والبطاقه. تمام. يا ساتر يا ساتر. اهلا يا مهوات، اتفضل يا حاج بيتك برضه. السلام عليكم يا اصحاب البيت. اهلا وسهلا. اتفضل. ازيك يا بيه؟ اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أي الصلاة والسلام. ثانية واحدة يا مولانا قبل أي حاجة، وده حق الشرشابي، ده شيك ب 180 ألف، 65 بتوع العروسة كانت مديها له أدورهم يعني، والحمد لله داروا وكسبوا الضعف كمان. هيتبقى 50 ألف جنيه، ده مهر العروسة. أصيل يا ابن عبد الرحيم. تربيتك يا حاج، كل شيء بأوان. طب والشبكة؟
نفسي في شبكه يا زيزو زي بقيه العرايس. يا ست انزلي الصاغه انت وطنط واشتري اللي انت عايزاه وانا رقبتي سداده. بهزر، انا الذهب عندي كتير، المهم عندي انت. اصبري طيب لما نكتب الكتاب الاول. شو وقت حساب خالص. خد يا ابني ادي لعمك قنديل ال 40,000 جنيه بتوعه والباقي حلال عليك انت ومراتك. ده وقت حساب يا استاذ شادي. اكتب يا مولاني. يا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. ايه تخلصت عن المأذون ولا ايه؟ الحمد لله تمام. الف مبروك. مال الشعب ايه بس وبتاع ايه يا عم؟ شوف مصلحتك، دي نبخه جامده قوي. ما تركز بقى يا حاج، الراجل قاعد معانا. الله، طب ما انا بقول عشان الراجل قاعد معانا. والله يا زيدان باشا انت ليك الجنه، اهل الدايره هارينك طلبات ومفيش متشكرين، دي حاجه غريبه جدا. ما هو العمل العام ده يا حاج متعه، زي ما تقول كده ربنا مسخر ناس من عباده ويحببهم في خدمه المحتاجين. وادينا هو قريب هنتشرف بعبد العزيز بيه. يا سلام عليك يا راجل يا سامح، ربنا يخليك لمصر يا باشا. ايه بس ده لسه بدري قوي على الموضوع ده. واديني بقول من دلوقتي اهو، اللي مش هيدينا صوته في المنطقه ذنبه على جنبه. والنبي يا زيدان باشا بلاش تاخده معاك، احسن يتشغل عنك. السلام عليكم. اهلا يا عاصم باشا، دايما بتيجي متاخر كده. اتفضل يلا اتفضل. اختك اتجوزت يا عاصم، كلها مبروك. مبروك. طيب اتوكل انا بقى على الله وبامر الله كلكم معزومين عندي الليله. ناخدني معاك، انا اصلا ماجل ارتباطات كتير. يلا بينا. طب وانا عروس. الله يبارك فيك. شكرا. طب انا هحضر شنطتي.